السلام عليكم، مساكم الله بالخير، حياكم الله مشاهدينا الكرام في 360 وياك. مشاهدينا الكرام، نبارك لكم هذا اليوم ونرفع في هذا اليوم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد ومفدى الشيخ تميم بن حمد الثاني حفظه الله، وإلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني على هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا دائما بكل خير وعافية. في هذا اليوم مشاهدينا الكرام، الماضي نعتز فيه، الحاضر نحتفي أكيد فيه وبإنجازاته، أما المستقبل فنطمح لتحقيق إنجازات أكبر دائما وأبدا بإذن الله. هذا اليوم سيكون شاهد على مسيرة حافلة بالمنجزات والعطاءات، كما ذكر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني في تغريدته اليوم، حيث قال: في اليوم الوطني لبلادنا الحبيبة قطر، أبارك لشعبنا هذه المناسبة التي تأتي في عام من التحديات، لكنها شاهدة أيضا على مسيرة حافلة بالعطاءات والمنجزات التي تحققت عبر الأجيال وعلى كل الصعد، وجعلت من قطر واحة استقرار وتطور ورخاء. فخورون بهذه النهضة ونتطلع لتحقيق المزيد بإرادة الله ثم بإرادة أبنائنا وبناتنا. مشاهدينا الكرام، اليوم إنجاز جديد بافتتاح رابع ملاعب كأس العالم لبطولة كأس العالم قطر 2022 بإذن الله، استاد الريان، هذا الاستاد المونديالي الذي يشهد الآن الدقائق الأخيرة لنهائي كأس سمو أمير البلاد المفدى بين ناديين عريقين كلاهما يحمل إنجازات لقطر مشرفة نفتخر فيها ونطمح دائما تكون هذه الإنجازات أكبر في المستقبل، العربي والريان. مشاهدينا الكرام، إذن هذا اليوم نحتفي به ونسعد به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود علينا بكل خير بإذن الله. هذه قطر وامجادها سرمدية، هي موطن للمجد والنور والناس، فيها رجال الحق واهل الحمية، وفيها لخلق الله عز ونوماس.
إذا مشاهدينا الكرام، إنه اليوم الوطني الذي أيضا يشهد والذي شهد قبل دقائق أو قبل ثواني قليلة تتويج نادي السد ببطولة كأس سيدي سمو الأمير لعام 2019 موسم 2019-2020. نقول لهم ألف ألف مبروك، مبروك للسد، هارد لك لكل من مثلي عرباوي صار حزين اليوم، لكن إن شاء الله أيضا فرحة اليوم الوطني أكيد أكبر من أي شيء آخر. وأيضا فرحة دائما مع برنامج 360 وياك، نتمنى دائما أن يحالف الحظ جميع المشاركين معنا. نذكر طبعا بأرقام التواصل على البرنامج اللي هي 4466-8844 مثل ما هي ظاهرة على الشاشة، 4-2-6-2-8-2-4-2. أما بالنسبة لسؤال إنستغرام فاليوم يأتي استثنائي في حلقة استثنائية أيضا. سؤال الإنستغرام يقول، أو مش يقول، هناك كلمات كثيرة قالها سمو الأمير في مناسبات عديدة، ولكن هناك بعض الكلمات التي يقولها سمو الأمير حفظه الله ودائما تكون رنانة، لها تكون ساعات تكون عفوية، ساعات تكون ضمن خطابات معينة، ولكن لها وقع مختلف تماما على الشعب وعلى أحاسيسنا ومشاعرنا. الآن أبغي الجواب أو سؤال الإنستغرام، اذكر لي من الكلمات التي تأتي دائماً أو تبقى خالدة في ذهننا دائماً وصار صرنا نستذكرها بيننا وبين بعض من مقولات صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد الثاني حفظه الله ورعاه. إذن نبغي، يا سلام، شوف شوف شوف، على طول على طول الناس بدأوا يحطون الكلمات، تعرفوها خلاص، ما راح أعيد السؤال، السؤال واضح، برجع أعيده عليكم بعد شوي، لكن مبدئياً هذه الكلمات. على فكرة مش بس هذه الإجابة اللي ذكرتوها الحين على اللايف، في إجابات كثيرة أيضا ممكن تنحط ضمن هذا السؤال أو تكون كجواب. على العموم راح ناخذ ألو، ولكن قبل ما ناخذ ألو خلوني أقول لكم شغلة وايد مهمة. حلقة اليوم الجوائز فيها راح تكون إن شاء الله جوائز فخمة وعالية وجميلة جدا، وإن شاء الله هتعجبكم، وبإذن الله ما حد راح يطلع معانا خسران في حلقة اليوم. ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو، يا مرحبا. هلا والله. هلا هلا، كل عام وانت بخير بمناسبة اليوم الوطني. وانت بخير وبسلام وبعافية يا رب. من معاي؟ معاك بشرة. بشرة، كيف حالك يا بشرة؟ والله بخير مدامك بخير. دوم يا رب. بشرة، كيف اليوم كانت أجواء الاحتفال باليوم الوطني؟ والله زين الحمد لله، والله أحلى يوم، توني كتبت على انستغرام إنه أحلى يوم. إن شاء الله دوم يكون من الأيام الجميلة بالنسبة لكم. طيب تشوفيني ولا ما تشوفيني يا بشرة؟ والله أنا فاتحة على انستغرام، أتابعك دائما، أتابعك. يلا على دام على انستغرام، خلنا نحط راح نحط لك الفيديو الحين يا بشرة علشان تشوفين معانا السؤال الأول. إن شاء الله يا يكون سهل وطيب زيك. والله إن شاء الله إنه سهل بإذن الله، سهل ان شاء الله يا رب. يلا شوف الفيديو ان شاء الله، بس يبين عندي الفيديو. يلا، في هذا الشارع في سوق واقف يقع احد اقدم الفنادق في دولة قطر، فما هو هذا الفندق؟ خيارات ولا بدون يا بشرى؟ لا بدون خيارات، استنى بس يبين لي الفيديو على الانستغرام. خلاص بين. اقدم بسم الله. نعم بسم الله، فندق بسم الله يا بشرة، وصح عليك، مبروك 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 يا بشرة. فعلا فعلا هو فندق بسم الله، واحد من أقدم الفنادق في دولة قطر. يا بشرة نقول لك ألف ألف مبروك. جايزتك هي قسيمة مشتريات من المفتاح للمجوهرات بقيمة 5000 ريال، وأيضا قسيمة مشتريات من الجزيرة للعطور بقيمة 500 ريال. مبروك مبروك يا بشرة. عيالي يبون يقولون شيء في قطر. يلا نسمع عيالك الله يحفظهم. يلا يلا، الرياضة للتوفير والتعلم دائما، ومبتكرة وذات ذوق عالية للفرص
الله يحفظهم ان شاء الله. تسلمون، يعطيكم العافيه. شكرا شكرا يا بشرى، مبروك. شكرا، الف مبروك لبشرى. اذا الجائزه الاولى والاتصال الاول، ناخذ اتصال ثاني، نقول الو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، يعطيك العافيه. طيب كيف حالك؟ الله يحييك ويبقيك. من معاي؟ عمر سالم. من؟ ام عمر سالم. ام عمر سالم. عمر شلونك يا عمر؟ طيب جالس. طيب وش حالك؟ طيب عمر ولا ام عمر؟ ما ترى ما اسمع عدل. ام عمر. ونعم ونعم يا ام عمر، شلون شم عمر؟ طيب جالس. طيب اخبارك؟ خير ونعم، اللهم لك الحمد. ام عمر كيف كانت اجواء اليوم الوطني اليوم؟ والله اليوم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وش نقول وش نخلي، ما نقدر يعني نعبر عن شعورنا ما شاء الله. شفتي المسير يا ام عمر؟ اي والله شفته ما شاء الله، واستانسنا وعسى هدوم قطر ان شاء الله افراح ان شاء الله. اليوم فقدنا روحتنا هناك للمسير، لكن الحمد لله ان شاء الله السنه الجايه تكون الظروف افضل و... ان شاء الله، ونعبي الكورنيش ان شاء الله بوجود اهل قطر سواء مقيمين ان شاء الله او مواطنين باذن الله. ام عمر تشوفيني ولا ما تشوفيني؟ اه والله انا في الكورنيش الحين ما اشوفك. افا في شاشات كبيره على الكورنيش ام عمر؟ ما مو بحولك الشاشات؟ عالم قدامي. لا اسمع، عالم قدامي. طيب طيب ام عمر راح اسالك سؤال، ما راح اعطيك طيب لحظه بشوف. طيب ام عمر جاهزه للسؤال؟ ان شاء الله. يلا السؤال يقول: مهنه من المهن القديمه والتي تقوم على صياغه الذهب وبيعه ومعالجته، فما هي؟ فما هو؟ سمعتيني يا ام عمر؟ عيد السؤال. ام عمر تشتري الذهب من وين انت؟ اشتري من سوق واقف، اشتري من حلو ودنانة. حلو، اللي يبيع الذهب شو اسمه؟ بياع الذهب. لا لا له اسم، اعطيك خيارات؟ اي اوكي. يلا الصايغ ولا الحداد ولا البنشري؟ لا الصايغ. مبروك عليك، مبروك يا ام عمر. الله يبارك لك ويطول عمرك. تستاهلين تستاهلين يا ام عمر، تستاهلين يا ام عمر. الجوائز ما اسمع، الجوائز اذا الجائزه يا ام عمر تستاهلين، نقول لك الف مبروك. جائزه مقدمه لك من السلام العالميه. ها عفوا عفوا، عندك جايزتك مقدمه لك من المفتاح للمجوهرات بقيمه 5000 ريال، بالاضافه الى قسيمه مشتريات من الجزيره للعطور بقيمه 500 ريال يا ام عمر، مبروك. الله يبارك لك، مشكور، شكرا، يعطيك العافيه. حياك الله يا ام عمر، الله يحفظك. مفاجاه حلوه هذه، انا ما كنت اعرف الجوائز كلها، الجوائز كلها 5000 ريال اليوم. ممتاز. طيب يلا الحمد لله بمناسبة 18 ديسمبر اليوم الوطني. يلا ناخذ اتصال بعد. الو. الو. مرحبا. اهلين. يا هلا وغلا، من معاي؟ يوسف. يوسف ايش حالك يا يوسف؟ بخير الله يسلمك، ايش حالك؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة يا يوسف. يوسف اجواء اليوم الوطني اليوم كيف كانت عندك؟ والله حلوة. ايش سويت؟ والله قاعد شفت المسير في التلفزيون، تدري وانا قاعد اروح واقف صلينا واحتفلنا شوي مع الاهل. الله يعطيك العافيه. نتابعين المباراه الحين ونقول للست مبروك يعني. يستاهلون. مع ان المفروض العربي. يلا. يلا الحمد لله، يستاهلون يستاهلون السد، يستاهلون. مشرفنا دائما السد في في المنافسات الخارجيه. يستاهلون. انا عرباوي بعد خالد. انا عرباوي بعد. لكن روح رياضيه. روح رياضيه، ودي اكيد العربي يفوز لكن روح رياضيه موجوده. طيب. والله حرام. يوسف. نعم. لا تشكيلي ابكيلك، خلنا نستمتع بال 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 بالسؤال. تشوفني ولا ما تشوفني يوسف؟ اشوفك. طيب ممتاز. يلا ثلاثة اثنين واحد، شوف الفيديو. ان شاء الله. انا متاخر بالايباد. ما عليه ما عليه، على راحتك. في الفيديو يا يوسف الظاهر على الشاشة جزء من مسجد يقع في الدوحة، فما اسم هذا المسجد؟ مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب. مبروك يا يوسف. الله يبارك فيك. تستاهل يوسف، مبروك عليك. 5000 ريال مقدمة لك من مجوهرات
المفتاح، وأيضا 500 ريال مقدمة لك من الجزيرة للعطور، تستاهل. مبروك. حلو حلو ممتاز. قاعدين نشوف الحين الكلمات، كلمات مستلهمة من خطابات سمو الأمير. قطر تستحق الأفضل من أبنائها، أبشروا بالعز والخير. كعبة المظيوم، كعبة المظيوم ما أدري إذا هي كلمة من كلمة من كلمات سمو الأمير صراحة، مش متأكد، لكن تأكدوا منها فريق الإعداد ويعلمونا. العموم يلا بعد بعد بعد، طلعوا غيرها طلعوا غيرها طلعوا غيرها، رجعوا التويتر خطابات. يلا ناخذ اتصال بعد، ناخذ اتصال نقول الو. الو مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا الشيخ. يا مرحبا مسهلا، من معاي؟ معك جابر. ايوه ايش حالك يا جابر؟ الله يسلمك. اليوم الوطني كيف بالنسبه لك اليوم يا جابر؟ والله الاجواء حلوه، مستمتعين في المسيره. الله يعطيك العافيه. مسيره انت يعني مو في البيت الحين؟ لا مش في البيت والله. وينك؟ حاليا في اللؤلؤة. في اللؤلؤة، يلا تهنى. ان شاء الله تهنى. زحمة ها؟ اي والله زحمة من قلب. يلا تهنون تهنون. يلا مستمتعين مستمتعين. جابر تشوفني ولا ما تشوفني؟ والله ما اشوفك. افا يا جابر، افا يا جابر. اي والله اي والله ما شاف. شلون بسألك سؤال الفيديو؟ طيب يلا بعطيك سؤال، بعطيك سؤال نصي. نشوف أسئلة. يلا لا يا جماعة أعطوني سؤال فدني على السريع، لأن على ما طلع الكرت. يلا جابر، مجلة تصدر على المؤسسة العامة للبترول، صدر العدد الأول منها في نوفمبر 1976، فما هي هذه المجلة؟ أعطيك خيارات. الدوحة، الريان، ولا المشعل؟ تذكر انها البترول. المشعل. المشعل؟ ايه المشعل. مبروك مبروك يا جابر. الله يبارك فيك جابر، نقول لك مبروك. 5000 ريال مقدمة لك من مجوهرات المفتاح، وأيضا 500 ريال مقدمة لك من الجزيرة للعطور، تستاهل يا جابر. مبروك. تستاهل خير. تستاهل. نقول الو، نقول الو، نقول الو. يلا يلا. الو الو. يا هلا. اهلين. من معاي؟ مريم. ايش حالك يا مريم؟ الله يسلمك. مريم اجواء اليوم الوطني اليوم شلون بالنسبه لك؟ والله وناسه. منزليه ولا خارجيه؟ لا منزليه. منزليه؟ اي. جمعت الاهل؟ ايوه. ان شاء الله التهنون دائما. امين. يلا طيب تشوفيني مريم ولا ما تشوفيني؟ لا. طيب اوكي، المفروض تشوفيني عشان نراويك سؤال الفيديو، لان وايد اسهل. بس يلا يلا ما علي ما علي، راح اسالك سؤال. ما تشوفنا مريم؟ زين بقول لك. ايوه. هذه المشكله انك ما تشوفيني. يلا بس بروحها حق الناس اللي يشوفوني. هذه ال100 ريال الجديدة، أنا الحين قدامي ماسك ال100 ريال الجديدة. حلو؟ ال100 ريال هذه الجديدة عليها صورة معلم من معالم دولة قطر. وش هي؟ المسجد يمكن؟ والله قاعد أفكر لك بعد بالخيارات صراحة. لا أي مسجد؟ عمر بن عبد الوهاب؟ لا ما في. الإمام عبد الوهاب؟ لا لا غلط. مسجد عبد الوهاب؟ مسجد، مسجد في الدوحة قديم. قديم؟ إيه. ما في خيارات؟ أعطيك خيارات، والله قاعد أفكر مريم، قاعد أفكرش بالخيارات لأني شوي توهقت. زين، مسجد أبو القبيب ولا مسجد مسجد أم صلال ولا مسجد ولا مسجد محمد بن عبد الوهاب؟ الأول. الأول اللي هو مسجد أبو القبيب. أبو القبيب، مبروك عليك يا مريم، تستاهلين، مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا مريم، 5000 ريال قسيمة مشتريات من المفتاح للمجوهرات المفتاح، وأيضا 500 ريال مقدمة لك من
أو قسيمة مشتريات مقدمة من الجزيرة للعطور. مبروك. شكراً. سهلين سهلين يا مريم. جماعة اللي بيتصل يعني رجاءً يكون شايفنا على الشاشة عشان نقدر نسأله، لأن أسئلتنا كلها بصرية، نبغي نراويكم أشياء حلوة، نبغي الفيديوهات اللي جهزناها لكم نبغي نسألكم فيها. يلا ناخذ. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معاي؟ معك مؤيد. مؤيد شلونك يا مؤيد؟ خير أخبارك؟ الله يرضى عليك وسلمك مؤيد. نعم. شلون كانت احتفالات اليوم الوطني عندك؟ والله الأجواء حلوة. طلعت مكان ولا قاعد في البيت؟ لا والله قاعد في البيت طالع المباراة. الله يقويك. صوتك حزين. لا معك صوتك حزين. عرباوي؟ لا رياني. رياني؟ ايه. عرباوي كنت في المباراة؟ ايه عرباوي والله. يلا معلش مؤيد. نعم. حزين عشان العربي خسر؟ والله حزين والله. طيب احنا قاعد نواسي بعض الحين. زين مؤيد بطلع لك شيء على الشاشه، تشوفني ولا لا؟ اشوفك. طيب حلو. يلا يا مؤيد شوف. يلا مؤيد اللي تغني الأغنية هذه هي رائدة من رواد الفن الشعبي في قطر المشهورة بهذه الأغنية الظاهرة، وهي غربي هواكم يا أهل الدوحة. فمن هي صاحبة هذه الأغنية؟ وبعطيك خيارات على طول، هل هي أسماء حارب ولا حليمة بنت مرزوق ولا رحمة الله عليها فاطمة شداد؟ فاطمة شداد. مبروك. الله مبروك عليك فيه. قسيمة مشتريات 5000 ريال من مجوهرات المفتاح، وأيضا من الجزيرة العطور 500 ريال كقسيمة مشتريات. مشكورين. يلا ناخذ. للأسف راح ناخذ آخر اتصال. يلا 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 آخر اتصال آخر اتصال. يلا معلش. ألو. ألو. مرحبا يا هلا. يا هلا بك. هلا وغلا. من معاي؟ نعيمة. نعيمة شلونك؟ خير الله يسلمك. قولي انك تشوفيني علشان اسالك سؤال. تفضل يا امه. شوفيني؟ ايه اشوفك. يلا يلا نشوف الفيديو، شوف الفيديو يلا. ان شاء الله. هاي عشان ختامها مسك؟ ان شاء الله. نعيمة؟ نعم. مبروك. الله يبارك يا امه. نعيمة؟ نعم. الله ينعم عليك دنيا واخرة. مبروك عليك، فزتي بدون 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 سؤال وبدون شيء، 5000 ريال من مجوهرات المفتاح و500 ريال من الجزيرة العطور، نقول لك ألف مبروك، بدون سؤال لأنك آخر متصلة عندنا في حلقة 18 ديسمبر، مبروك. تسلم تسلم. مبروك عليك. احنا عندنا ألعاب نارية بعد شوي صح؟ يلا يلا طيب. نسوي السحب سحب 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 الانستغرام على السريع. يلا يلا طيب اوكي اوكي. نذكر طبعا بالسؤال اللي كان على الانستغرام قبل شوي، الا وهو سؤال الانستغرام طبعا اللي كان اذكر مقولات من المقولات الخالده والملهمه لصاحب السمو امير البلاد المفدى، وكانت طبعا أكثر الكلمات طبعاً كانت أبشر بالعز والخير، قطر تستحق الأفضل من أبنائها، أعتز بشعبي والمقيمين، وغيرها أيضاً من الكلمات الخالدة. كل الكلمات التي ذكرها سمو الأمير راح تدخل معانا أكيد في السحب، وراح ناخذ اسم واحد. بسم الله نقول مبروك لي. أوه إنك مميز، حساب مميز. 55 قطر 55. مبروك يا قطر 55 قطر 55 مبروك. جائزتك الايفون ان شاء الله راح توصلك بعد تواصل فريق العمل معك.
ها يلا. طبعا احنا شايفين الحين الالعاب الناريه هذه طبعا الدرونز، طائرات الدرونز. هو عرض فيه طبعا العاب ناريه، وايضا فيه بعض فيه بعض العناصر التكنولوجيه مثل ما احنا شايفين الطائرات الدرون اللي راح تشكل اشكال مختلفه من خلينا نشوف على الانستغرام حتى الشاشه طالعه هناك ولا مش طالعه. يلا